أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو أهل للحمد، هو أهل للثناء، هو أهل للشكر، هو أهل للتقوى، هو أهل للمغفرة. وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملك الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله، المبلغ عن ربه بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس القرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا يا رب، مع السلسلة المباركة من الحلقات اللي خصناها الدعاء الناصري، الدعاء اللي نضمو سيدي محمد بن ناصر الدرعي تم قروتي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وقفنا في الحصة الماضية عند قوله: بجاه نور وجهك الكريم، وجاه سر ملكك العظيم، وجاه لا إله إلا الله، وجاه خير الخلق يا رباه. يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاه يعني نور وجهه الكريم. الله نور السماوات والأرض، تكلمنا في هذا الموضوع وقلنا نور الله تبارك وتعالى، الله نور السماوات والأرض. وقد تجلى الله تبارك وتعالى بنوره لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ثم وجاه خير الخلق يا رباه، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحنا كنقولوا واحد الدعاء حفظناه: اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. هذا حفظناه في الجوامع، كنقراو الحزب وكنحضروا الدروس، الأئمة والعلماء ديالنا كانوا كيعلمونا ديك الساعة، تيقولنا هزوا وليديكم ووليداتي، كنا كنقراه. فمن جملة الأدعية اللي حفظناها هذا: اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. كل شيء في ظل السنة والجماعة، ما كاينش شي كلام خارج على السنة والجماعة. هذوك علماء ديالنا، هذوك المربون ديالنا، الله يرحمهم ويوسع عليهم، ومنهم سيدي محمد بن ناصر الدرعي. فهو كيقول أنا بجاه نور وجهك الكريم، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بعد ما قال على 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 على, 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 على البلاد، واجعل بلادنا بلاد الدين ورحة المحتاج والمسكين، وجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ودولة ومنعة ودولة، وجعل من السر المصون عزها، وجعل من الستر الجميل حرزها، وجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون بجاه. إذن توجه دعاء إلى الله تبارك وتعالى: بجاه نور وجهك الكريم، وجاه سر ملكك العظيم، وجاه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة إخلاص، وجاه لا إله إلا الله، وجاه خير الخلق يا ربه. هذه لا إله إلا الله ما كتفرقش مع محمد رسول الله، هو خير الخلق. جاء لا إله إلا الله، المكانة ديال لا إله إلا الله شنو معنيتها؟ لما كيقول الإنسان لا إله إلا الله شنو المقصود؟ شنو هو المعنى؟ واش كيحس بهذاك المعنى؟ أي لا معبود بحق سوى الله. وجاه خير الخلق يا ربه، بعد ما قال بجاه نور وجهك الكريم، وجاه سر ملكك العظيم، الملك ديال الله، الملكوت
ملك ديال الله كبير جدا، له ملك ملك السماوات والأرض. ثم كيقول بعد ذلك وجاهم به دعاك الأنبياء وجاهم به دعاك الأولياء وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجابة وجاه الأبدل وجاه النقابة. هذا كله كلام أولا على الأنبياء، ما دعاك به الأنبياء، ثم ما دعاك به الأولياء، ثم أولياء الله الصالحين بالمقامات ديالهم، القطب والوتاد جمع أوتاد، الجرس، الأفراد، الأخيار، النجباء، الأبدال، النقباء. هذه مراتب ديال الأولياء، القطب هو الأعلى، والأوتاد هادو بحال 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 الجبال في الأماكن اللي كيكونوا فيها. فكل واحد والمقام ديالو. الأولياء فلما قال وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجباء وجاه الأبدل وجاه النقباء، هادو الأولياء في المقامات ديالهم، وكل واحد عنده مقام ديالو. ثم كيقول وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر. أولا لما كيقول وجاه ما دعاك به الأنبياء، ما به دعاك الأنبياء، لأن الدعاء ديال الأنبياء احنا دوزنا حلقات. الأنبياء مقام ديالهم كبير عند الله تبارك وتعالى، هم صفوة الخلق، وكلهم كانوا كيتجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وهم كيقوموا بالمهمة ديالهم، كانوا كلهم يتوجهون إلى الله بالدعاء، لأن شكون اللي كينصرهم؟ الله تبارك وتعالى. هما ما عندهم لا جيش لا قوة لا حتى حاجة، كان عندهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان فيهم اللي كانوا ملوك، فكانوا كيتعاملوا كملوك، ولكن في النبوة وفي الرسالة يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهناك يتوجه سيدي محمد بجاه هؤلاء، أي بجاهه عملهم. وهذه القضية ديال التوسل إلى الله تبارك وتعالى على جوج ديال الأقسام. كاين التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا الوسيلة العمل الصالح، هذا لا خلاف فيه بين العلماء بأنه جائز. والخلاف فين كاين؟ هو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالخلق، أي بالملائكة، بالأنبياء، بالرسول، بالأولياء. كاين من العلماء اللي كيقول هو جائز، وهو الجمهور ديال العلماء، وكاين اللي كيقول لك لا غير جائز. حنا كنمشيو مع الناس اللي كيقولوا بانه جائز. لماذا؟ لاننا نعتقد ان ذلك الانسان له عمل صالح، فنتوسل الى الله تبارك وتعالى بذلك الانسان لعمله الصالح. واضحه؟ اذا كنا متفقين على ان التوسل الى الله بالعمل الصالح راه جائز لا خلاف فيه، فاحنا كنتوسلوا الى الله تبارك وتعالى بدوك الناس لعملهم الصالح، لمقامهم عند الله تبارك وتعالى. حنا كنتوجهوا بالدعاء الى الله، ماشي كندعيو هما. الله الله نتوجهوا الى الله بالدعاء، لا نتوجهوا اليهم هما. لا، ملي كنمشي كنزور شي ولي من اولياء الله الصالحين وتنقول اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم بجاه هذا الولي، وكان صالحا معروف عليه الصلاح، راه ما في تأويل. بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحدث فيه العلماء حديثا يعني عريضا وطويلا. العلماء ماشي كلام الناس العاديين، العلماء قلنا اتفقوا فيما يتعلق بالتوسل بالعمل الصالح، هذا اتفاق، واختلفوا في التوسل بالأولياء، بالأنبياء، بالملائكة. نتوسل إلى الله بالأولياء أحياء أو أمواتا. واقتبت أن سيدنا عمر بن الخطاب توسل إلى الله تبارك وتعالى في واحد العام ديال الجفاف بسيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نتوسل إليك بسيدنا العباس. وكان الناس يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء كانوا كيأطروا هذا الشيء هذا باش ما نخرجوش من 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 من, من, من التوسل إلى الدعاء. الدعاء الله تبارك وتعالى بوحده، ما نمشيش انا للقبر عند السيد فكون نقول له يا سيدي فلان اعطيني، ما عنده ما يعطيك. ولكن اللهم اني اتوسل اليك بفلان ان تعطيني، هذا اجازه كثير من العلماء.
إذن وجاهما به دعاك الأنبياء وجاهما به دعاك الأولياء. الأولياء ذكرهم الله في القرآن الكريم، كل الأولياء اللي حيين وكل الأولياء اللي ماتوا، وكل إنسان ولي ما معروفش وكل اللي معروف. سيدي محمد بن ناصر نعتقد أنه كان وليا، واعتقد الناس في زمانه أنه كان وليا لأنه اشتغل وفق منهج الله تبارك وتعالى. كان كيصلي، كان كيصوم، كان كيزكي، كان وكان كيقري، كان كيعلم المؤمنين، كيعلمهم الدين، وكان كينشر الشريعة، وكينشر الأخلاق، ويدعو الناس إلى الذكر. وانتشرت طريقته في درعا وكما قلنا وسوس وفي الصحراء وفي أحواز مراكش، وانتشرت وطلعت حتى المغرب كله وخرجت. هذا من أولياء الله الصالحين، نعتقد ذلك ولا نزكي على الله أحدا. الأولياء ذكرهم الله في القرآن الكريم. اش قال سيدي ربي في القرآن الكريم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أي سيد هذا حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مش حتى شي عادة شي ولي من أولياء الله، راه ماشي بالضرورة نعرفوه، راه اللي كيقول كلمة الحق وملتزم بالشرع راه من أولياء الله، اللي كيعلم الناس الدين وكيقول الحق راه من أولياء الله، اللي محافظ على الصلاة ديالو، محافظ على الزكاة ديالو، محافظ على الصيام ديالو، وفي التجارة ديالو كيصلح راه من أولياء الله. راه ربما تشوف شي واحد مسكين على قد الحال وتتحكرو هو من أولياء الله. فكاين الناس اللي باينين وكاين الناس اللي ما باينين شيء. أشنو هو المربط ديال الفرس في هذه القضية دي؟ هو أن ذاك الإنسان مؤمن واحد بالله الواحد الأحد الفرد الصمد المتصف بصفات الجلال والجمال والكمال. ثانيا مؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمن بجميع الأنبياء. ثالثا غادي على منهج الله تبارك وتعالى، متقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء يعني نتوجه إلى الله، نتوسل إلى الله بهم أن يقبل منا وأن يتجاوز عنا وأن ينصرنا. وهذا ولد سيدي محمد بن ناصر. ثم قال وجاه كل عابد وذاكر، وجاه كل حامد وشاكر. عابد، كل واحد عابد كيذكر الله تبارك وتعالى، وواحد اخر حامد شاكر. اذن هذو من اولياء الله، احنا باقيين مع اولياء الله تبارك وتعالى. الحديث بقي ان شاء الله في الحصه القادمه. لذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.